حنيفة مدرسة الشورى. اليوم درسنا رياضيات الجمع والطرح. هاي علامة الجمع وهاي علامة الطرح. هسه عندنا مسألة هاي علامة الطرح. هسه نجي هاي نشخطها ونشخط الثانية. هاي تصير 12 هاي تصير 2. هسه نجي نقول هنطلع 5 نقول 11 10 9 8 7 7 صار 2 تنزل ما وياها رقم 27. 1 زاد 3 1 ناقص 3 هاي نشخطها ما يصير 11 هاي تصير 6. هسه نجي نطلع 3 نقول 10 9 8 صار 8. هسه 6 ناقص منها 4 يضل لنا 2 صار العدد 28. 9 ناقص 8 نطلع 9 ونقص منها 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 يضل العدد 1. هسه 4 ناقص منها 2 يضل لنا 2 صار العدد 21. 7 هاي يصير 7 ناقص منها 4 1 2 3 4 يضل العدد 3. 3 ونقص منها 1 يضل لنا 2 صار العدد 23. هسه هاي علامة الجمع 7 هسه عندنا 7 نزودها 2 1 2 صار العدد 9. هسه نجي نقول 6 نزودها 3 1 2 3 صار العدد 9 صار العدد 99. هسه نجي 3 زائد 7 هسه نجي نطلع 7 نزودها 3 1 2 3 صار العدد 10 و0 و1 باليد. هسه نجي 1 نزودها 4 5 و1 6 صار العدد 60. 7 ناقص زائد 5 نطلع 7 7 نحطها بقلب ونحسب الخمسة 8 8 9 10 11 12 2 1 باليد. هسه نجي 2 زائد 2 1 5 صار العدد 52. 3 ناقص زائد 5 نحط الخمسة بقلب ونحسب الثلاثة 6 7 8 صار العدد 8. 8 وزودها 1 9 صار العدد 98.